لأكثر من قرن من الزمن بقيت هذه السوق مركزا لتجارة فيلادلفيا، ومع احتضان المدينة لفعاليات المؤتمر العام للحزب الديمقراطي كان لهذه السوق الحصة الأكبر من أرباحها. نحب أن ترى الناس مدينتنا، ونحن متحمسون بأن نتعامل مع كل الناس من مختلف أرجاء العالم. فيلادلفيا هي أول عاصمة للولايات المتحدة، وفيها وقعت وثيقة الاستقلال والدستور الأمريكيين، ولهذا التاريخ تأثير في نفوس أهل المدينة. كنا ننتظر فعاليات الحزب الديمقراطي منذ أشهر، ونحن فرحون بوجودهم هنا، فنحن نقع في نفس شارع المؤتمر، الأمر الذي يجلب الكثير من الزبائن خلال الأسبوع. حتى على أبواب المؤتمر ترى مطاعم متنقلة وخدمات للحضور في هذا المكان، والنكهة العربية كان لابد لها من بصمة. صلنا هون 34 سنة، أوكي، أهلي أمي وبي بلش فيها، وكل الأكل أمي، هذا المحل أمي واسم بي كمال. مدينة فيلادلفيا تتوقع ووفقا للاقتصاديين أرباحا مرافقة للمؤتمر قد تصل إلى 250 مليون دولار، وإذا كنت ممن يزورون المدينة في هذه الأيام فإنك بالتأكيد ستدعم هذا الاقتصاد ببعض الدولارات لتنعش الاقتصاد ونفسك أيضا. علي الزبيدي، الحرة، فيلادلفيا.